شكل البوليس محتاج مساعدة. واحد فيهم كان مستعجل. انت متصاب؟ انا كويس. لازم تلاقي الاستاذ ستاندش بسرعه. خطفوا شويه ملثمين واجبروه يفتح بيته. هو عايش فوق في السطوح. طيب امسك نفسك. سالت ها؟ انا سعيد بوجودكم. مش لاقي عربيه، متاكد اني ركنتها هنا. استنوا، انتوا بتشتغلوا هنا برضو؟ المبنى ده بيطبق قانون موقف السيارات بصرامة. معركة حلوة، مجهود ممتاز. الأسانسير مش هينفع لأنهم عارفين إن أنا هنا، لكن ممكن أتسحب عن طريق بير الأسانسير. المفروض إن أقدر أطلع للسطوح من الطريق ده. كويس، قربت خلاص. ابعد عن الأنوار. بسهولة وبالراحة. المبنى ده عالي قوي. قنابل حارقة؟ بجد؟ يلا. حاجة زفت.
اهو ستاندش. طيب دلوقتي ايه؟ دخل كلمة المرور. شكله متوتر، يبقى لازم اخلص عليه. هكون صريح، شكلها أحلى وهي متحطمة. طيب المكان أمان، يا ريت يكون ستاندش على حق. يلا نحاول ده تاني. المكان أمان. كانوا بيدوروا على إيه؟ دي سجلات مالية بس. بخصوص ديفلز بريث؟ عرفت الحكاية دي إزاي؟ هم عايزينها في إيه؟ معرفش حتى إيه ده. أستاذ أوسبورن بيحط فلوسه فيه من سنين. أنا الوحيد اللي عارف المشروع ده لأنه مخليه سري. خلاص انتهى. واضح إنهم نقلوا شوية تسجيلات لسيرفر آمن. معلومات الرواتب. عن الدكتور إسحاق ديليني. مين ده؟ بجد مش عارف. وطي يلا يلا استنى الأسانسير. خلاص همسكوا. حاول تنزل أبطأ. أنت كويس؟ أيوه ممكن فعلا. كويس كويس. عارف مقارنة ببير الأسانسيرات ده جميل. يا يوري انت كويس؟ ايوه بس انا ملحقتش اخد اي حاجة من ستاندش قبل ما يدخلوا علينا السمور ويبعدوني. وايه الموضوع؟ انا حاسة ان كل اللي يهمهم انه يفضل ساكت لانه عارف عن ديفلز بريث. تمام ايا كان ده.
بشتغل على ده، وبيتهيألي اني لقيت طرف الخيط. طرف خيط؟ بقيت ظابط. انت قصدك الشرطي العنكبوت؟ يوري كده عدل. بيتر، ايه اللي حصل لستاندش؟ هو كويس. طيب كويس، والشياطين؟ كانوا بيدوروا على اسم. معاكي قلم؟ طيب يلا. دكتور اسحاق ديلين. طيب مين هو وبيعمل ايه؟ كنت اتمنى ان انت اللي تقوليلي. شغاله بس اديني وقت. او قبل ما انسى، انت نسيت متعاقد توم ستون عندي، هسيبهولك في معمل دكتور اوكتافيوس، وهبقى اعرفك وصلت لايه عند ديليني. عشرة تلاتين، يرجى الحذر، مسلحين يهاجمون المدرعة. ضباط موري هيل، استعدوا لمزيد من التعليمات. ليه الشياطين هيحتاجوا كل الفلوس دي؟ سلام الدكتور. آسف إني بكلمك في وقت متأخر، بس أصل مخي متروس بالأفكار. كنا بنفكر في حدود صغيرة يا بيتر، ليه نعوض الأطراف المفقودة بأطراف زيها لما ممكن نطورها؟ اللي فقدوا دراعهم وعاوزين يعوضوه طبعاً، ممكن نعمل لهم حاجة أحسن. مش لازم يكون الجسم البشري هو مقياسنا، ممكن نعمل أحسن من ده. شوية أفكار بس. الدكتور بيشتغل بكل طاقته، أتمنى ما يدمرش نفسه.